المرجو الانضمام إلى قناة فيدي وستفيدي عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي في قناتكم فيدي واستفيدي من جديد. أتمنى أن تكونوا بألف خير. قبل أن أبدأ في هذا الفيديو أريد أن أنوه لكم أن اليوتيوب لم يعد يوصل نوتيفيكيشن أو التنبيهات لجميع مشتركي قناة فيدي واستفيدي، حتى لو ضغطوا على الجرس، يعني الجرس يوصل لكم النوتيفيكيشن لكن ليس دائما. لذلك تأكدوا من فضلكم أن تبحثوا على قناة فيدي واستفيدي في اليوتيوب أو في قائمة القنوات التي أنتم مشتركون بها، تبحثوا على قناة فيدي واستفيدي، تضغطوا عليها ثم تروا آخر الأبلودز، أي الأبلودز التي أو الفيديوهات التي نزلتها مؤخرا، لكي تتأكدوا أنكم تتوصلوا بجميع الفيديوهات. هذه المشكلة لا نعلم هل ستستمر أم لا، ولكن ما أعرف أنه ليس جميع مشتركي القناة تصلهم آخر الفيديوهات. إذا هذا بالنسبة لموضوع آخر فيديوهاتي، لأن هناك الكثير من الناس يقولون لي رغم ضغطنا على الجرس لا نتوصل بآخر الفيديوهات. إذا هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنكم من خلالها أن تعرفوا هل نزلت فيديو وصفة جديدة أم لا. إذا هذا الفيديو إن شاء الله سوف يكون حول تكتيف الحواجب، وصفة لتكتيف ولإنبات الحواجب. قد كنت قد وضعت لكم وصفة لتكثيف الرموش فيما سبق، سوف أترك لكم رابطها في صندوق الوصف، جربوها فهي رائعة جدا. ووصفتنا لليوم هي وصفة لتكثيف الحواجب، هي رائعة جدا إذا كانت لديك حواجب غير كثيفة، حواجب خفيفة، حواجب فارغة، إذا كانت لديك أي شيء يسبب لك تساقط حواجب، وأيضا إذا كنت قد يعني تداويت كيماويا من مرض السرطان، هذه الوصفة إن شاء الله سوف فتنبت حاجبيك إن شاء الله. إن شاء الله سوف أقدم لكم مكونات هذه الوصفة لإنبات الحواجب. سوف نحتاج إلى الثوم كما ترون، لن نحتاج إلى كامل هذه الكمية من الثوم، سوف نحتاج إلى فص واحد فقط. سوف نحتاج إلى زيت الخروع، وسوف نحتاج إلى بودرة نواة التمر أو مطحون نواة التمر. كيف تجهزون هذه البودرة؟ سوف أضع لكم فيديو إن شاء الله حول هذا الموضوع، يعني تجهيز بودرة نواة التمر. هي سهلة جدا، يعني عندما تأكلون التمر، والآن سوف يأتي إن شاء الله شهر رمضان الكريم، اللهم بلغنا رمضان إن شاء الله، وسوف يكون هناك تمر، يعني نأكل كثير من التمر في رمضان. تجمعون نواة التمر لا ترمونها، ثم تضعونها يعني تتشمس في الشمس، ثم بعد ذلك تضعونها في الفرن حتى يصبح لونها أسود، بعد ذلك تقومون بدقها في المهرس. سوف أضع لكم الطريقة إن شاء الله عما قريب، وبهكذا تحصلون على بودرة نواة التمر التي نستخدمها في الكثير من الأشياء. لدي وصفة مشهورة في قناتي لإنبات الشعر وتحتوي على بودرة نواة التمر، إذا فهي تصلح لإنبات الشعر، سواء شعر الحواجب، شعر الرموش، وشعر الشعر. سوف أقدم لكم الآن إن شاء الله طريقة عمل هذه الوصفة. سوف نحتاج إلى ملعقتين صغيرتين من بودرة نواة التمر كما ترون، ملعقتين صغيرتين. سوف نحتاج إلى ملعقة صغيرة أو ملعقتين صغيرتين، يعني التي تكفينا لجمع نواة التمر، من زيت الخروع، يعني القدر الذي سوف يكفينا لجمع نواة التمر أو بودرة نواة التمر. سوف أزيد ملعقة صغيرة أخرى من زيت الخروع، أظن أن هذا القدر يكفي. الآن سوف أخذ فص واحد من الثوم وسوف أقوم بتقشيره. بعد أن قشرت الثوم كما ترون، سوف أقوم بحكه، هذه الطريقة،
هذه الكمية سوف أكتفي بنصف فص فقط من الثوم. سوف أنخد والآن سوف أقوم بخلط هذه الوصفة. نقوم بخلطها جيدا يجب أن يكون الخليط ليس كثيف جدا كما وليس خفيف يعني يكون بهذا الشكل يكون بهذا الشكل لا يكون خفيف ولا يكون جد 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 ثقيل يعني يكون بهذه الطريقة يسهل تطبيقه ويلتصق بالحاجبين إذن هذه هي الوصفة بعد أن قمنا بخلطها هكذا يصبح شكلها كما ترون إذن هذه وصفتنا بعد أن قمنا بعملها الآن نأتي إلى طريقة تطبيق هذه الوصفة على حواجبنا إذن نطبقها على كامل الحاجب بالنسبة لرائحة الثوم لا تكون فيها رائحة ثوم قوية جدا لأننا استخدمنا كمية قليلة من الثوم كما رأيتم نصف فص ثوم فقط مقابل ملعقتين صغيرتين من بودرة نواة التمر وملعقتين صغيرتين من زيت الخروع إذا استخدمنا كمية بودرة نواة التمر وزيت الخروع أكثر من كمية الثوم لذلك الرائحة تبقى خفيفة ليست قوية جدا يمكنكم تزويد مثلا كمية الثوم إذا أردتم لكن بالنسبة لهذه الكمية أفضل فقط أن أكتفي بنصف فص من الثوم الأحمر هذه الكمية التي صنعتها لكم سوف تكفيكم لمدة أسبوع ومن الأفضل أن تصنعوا كمية أسبوع فقط لكي لا يفقد الثوم فعاليته أو يمكنكم استخدام كمية كبيرة من زيت الخروع مع بودرة نواة التمر وفي كل مرة تستخدمونها قوموا بإضافة نصف يعني مبشور نصف فص من الثوم إليها يعني أنتم لكم الخيار صنع كمية أسبوع أم كمية كبيرة بعد ذلك إضافة الثوم إليها فهذه الكمية كما قلت لكم سوف تكفيكم لمدة أسبوع تحفظونها في مكان بارد وجاف لا تصله الشمس تضعونها على كامل الحاجب خصوصا إذا كانت هناك الكثير من الفراغات أو تركزي مثلا إذا كان لديك هناك فراغ يعني كبير في حاجبك تركزي فقط على ذلك الفراغ بالنسبة لي أنا لا أضع على كامل الحواجب وضعتها فقط على الجزء يعني الجزء النهائي من الحاجب لأنني أردته أن ينبت هناك شعر أردت أن ينبت والحمد لله أعطتني نتيجة رائعة جدا أيضا في مقدمة الحاجب لدي بعض الفراغات وضعتها لها والحمد لله حصلت على نتيجة رائعة جدا في أسبوع فقط النتيجة جميلة جدا تكثف حواجبكم صدقوني بطريقة رائعة جدا 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 الحواجب تصبح طويلة وأيضا شعرها يصبح كثيف مهم جدا أيضا ألا تضعي هذه الوصفة حتى تحت الحاجب يعني في الأماكن التي لا ترغبي بظهور الشعر عليها لكي لا ينبت لك الشعر هناك ضعيها فقط على الحاجب يعني اصنعي الشيب أو الشكل لحاجبيك ثم ضعيها على ذلك الشكل ولا تخرجي عنه لكي لا ينبت لك الشعر في أماكن أخرى لا تريدين أن ينبت فيها الشعر وضعي هذه الوصفة يوم نعم ويوم لا يعني اليوم وضعتيها غدا لا تضعيها بعد غد
تضعيها بعد بعد غد لا تضعيها، يعني كما نقول يوم نعم ويوم ترك بهذه الطريقة، وسوف ترين نتيجة رائعة منذ الأسبوع الأول. إذا كنت قد عالجتي بالكيماوي من مرض السرطان، حاولي أن تضعيها كل يوم حتى تحصلي على نتيجة في وقت وجيز جدا. هل يمكنك وضع هذه الوصفة على فراغات الشعر أيضا؟ نعم يمكنك عملها على فراغات الشعر، كما يمكنك أن تضعها أيضا على ذقنك، يعني إذا كان ذقنك أو أنت إذا كان ذقن زوجك به فراغات يمكنك أن تضعي له هذه الوصفة، فسوف تنفعه كثيرا كثيرا كثيرا. إذا كانت هذه وصفتنا لليوم، أتمنى أن تكون قد فادتكم ونالت إعجابكم. إذا لديكم أي سؤال اكتبوه تحت في التعليقات وسوف أجيب عليه إن شاء الله. تقولون أنني لا أجيب على كامل التعليقات، صحيح أنني لا أجيب على كامل التعليقات، لكنني أقرأها بكاملها، وأغلب الأسئلة التي تتكرر أجاوب عليها في أول تعليق، سوف ترون دائما أول تعليق هو تعليقي. إذا أتمنى أن تكون الوصفة قد أفادتكم لإفادة غيركم، قوموا بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وانشرها أيضا مع عائلتكم وأصدقائكم لإفادتهم، وأنا أراكم في فيديو وصفة جديدة بإذن الله. في أمان الله.